أهم توقعات الفلك لمواليد الحمل بالأسبوع الأخير أو الأيام العشرة الأخيرة من شهر أيلول سبتمبر من عام 2021. عزيزي الحمل، هيدي فترة جيدة بتخوضها حاليا ومن أول أيام الأسبوع الأخير، يعني بين الثلاثة الأسبوع الماضي 3/21 للخميس 23. في قرارات كتير مهمة وتغييرات لمصلحتك ويمكن حتى انقلابات. بتشارك مع فئات كتيرة بعض الملذات والمناسبات الحلوة بين يوم الجمعة 24 ويوم السبت 25، أو بتحرز أرباح مشتركة جدا مع بعض الفرقاء. حاذر ابتداء من يوم الاثنين 27 من عراقيل وبلبلة، حتى ولو شجعتك الأفلاك على اتخاذ مبادرات جريئة بمهمتك يمكن تتعرض أعمالك لبعض الالتباس. بصوت جو من الفوضى والقلق حولك، فحاول أنك تفكر بهدوء قبل اتخاذ أي قرار، وابتعد عن المواجهات أمتين بين الأربعاء 29 والخميس 30، يعني آخر يومين من الشهر، لأنه هاليومين معاكسين.